مداخلة اليوم بدنا نحاول نعمل اليوم مداخلة اللي هي رقم 8، رسمت واجهة معمارية مبسطة حتى نورجي كيف نتعامل مع الألوان وكيف نقدر نستعمل الألوان المائية للإظهار المعماري. فعملنا المداخل عبارة عن 1 2 3، عبارة عن تاون هاوسز اتاتشد من 3 طوابق، وزي ما انتم شايفين طابق اول طابق ثاني طابق ثالث مع 2 elements لمنطقتين مغطاة بالقرمين. عادة الفتحات بلون ازرق خصوصا الشبابيك، وانا بدي الان اورجيكم في العادة انا ما بستعمل، بحاول اغير، اللي بده يطعم بالقرميد يحاول يحط لون اخضر. بحاول جهدي دائما استعمل الوان غير الالوان التقليديه للروفز، واعتقد انه الجرينز استعملت في حوض المتوسط بشكل، واكثر ناس استعملوها يمكن في تونس والمغرب وفي حتى بعض الاجزاء اللي موجوده في شواطئ المتوسط. هلا بدي اطلع بالعمارة، الجزء اللي هو تحت بحاول كل جهدي اعطيه اللون اللي هو اللون اللي على لون زي ما انتم شايفين برتقالي، بخفف اللون، بتبلش تظهر عندي زوايا من العمارة اللي بنقول عنها احنا مغربية تونسية اسبانية. بنحاول كل جهدنا، اذا زاد عندي اللون برجع بطفيه، اذا حطيت لون احمر زيادة بطفيه، بس زي ما انتم شايفين بخلي اطراف من المبنى عندي لونها غامقة والاطراف التانية تفتح كل منزلة. عادة بخلي نوعين من الألوان عندي، البنسر والساكورا، السبب لأنه في إشي بكون مور فريش وأوضح وأكثر هدوء، ألوان بتكون حدتها خفيفة. فزي ما أنتوا شايفين أنا عملت اللي فوق، I am doing it الليتل بدأ. لما انزل كمان من المنطقة اللي بدي اطلع من الطابق اللي تحت، بستعمل الايرث تون كالر كومبليتلي بطريقة سريعة غامقة قريبة من الارض. صار شو صار عندي برسمتي؟ صار عندي فريمينج ماي بيكتشر، صار في اطار وتحديد. هاي برجع للزاوية اللي هي هون، وببلش فورا أخفف بإني بغط أو بضع ريشتي، بلش يطلع عندي هون. هلا بدي أرجع على هدول البواب إما بني، لكن في الأحسن أو الأفضل إذا بدك يكون عندك ماكسيموم كونتراست، أنا بحاول عادة أطعم اللون بلون تركوازي اللي هو الأخضر مع الأزرق، بعطيني لون تركوازي مفرح جدا للأبواب. لاحظوا شو عملت الآن، These are my doors، بس أنزل لتحت I will make them lighter, lighter, lighter. فأنا تمكنت إنه أعطي شوية كاركتر للرسمة. فوق كل باب في عندي زي تندة، التندة شوفوا شو بعمل فيها. نفس اللون بس ما بخليها، بخليها ستريبس، look at that. اللي هو زي القماش اللي بكون هذا فوق المنازل، يكون غامق فوق.
بكون فوق الفتحات. برجع مرة تانية green 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 and a touch of blue، وبجي بعمل زي كأنه بدي أعمل shadow. بدأت أطلع بروح تختلف عن الرسمات اللي كنت أعملها في الووتر كولرز تانين. بس هذا قاعدة بس مشان لأي واحد، هلا هذا ستايل بيختلف عن ستايل تاني، بيختلف عن المودر بيختلف، لكن على قال لي if I have a stone فساد or a paint job هيك بتعامل مع الألوان تقريبا برسمتي. هلا بدي أجي على المناطق اللي فيها ريسست. المناطق اللي فيها ريسست لازم نفس العملية، أحط لون earth tone color أخلطه مع لون غامق لون أرضي أو بني فاتح أو بيج، لكن برجع بخلطه مع لون بني، وبحط هدول اللي هم الفتحات اللي فيها ريسست أو داخل لجوا، برسم هذا اللي موجود عندي. نفس العملية this is recessed 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 يعني داخلة إلى الخلف. هدول اللي عندي اللي هم they are louvers they are wood louvers، بعمل wood louvers. بجي على هدول البلكونات بعمل باللون البني، بجي على هالنخلة بعمل الساق تبعها، برسم النخلة. طبعا هاي فينيكس ديكتيليفر انه هو النخلة المثمر من المتوسط، ممتاز في منطقتنا خصوصا في المناطق الساحلية زي ما انتم شايفين منطقة العقبة او الأغوار، النخل فيها بكون متميز. وأبجي إذا عندي كمان النخل ممكن يتواجد في عمان أو في المناطق الجبلية، لكن ما بثمر، لا يثمر النخل في المناطق الجبلية، لكن كمان بحط هون هل كايبرس السمبر بايرنز. بهالطريقة هاي بدأت تطلع عندي ملامح لهذا. برجع على الأعمدة اللي عندي، الأعمدة اللي عندي بحاول كل جهدي. هاي في عمود هون، هاي عمود هون، بغمق هذا اللي عندي ايضا اللي قلنا عنه ريسست باللون البني. هلا بدي اعمل شيب او الظلال اللي موجودة عندي في الرسمة تبعي. اللون البني بضيف عليه اللون الاسود، وبضيف بني مع اسود مع touch of green، لأنه هذه الألوان لما تتداخل مع بعضها تعطينا يعني هاي أنا بدي أعمل الآن ظلال لهذا الكانوبي اللي فوق المداخل. هذا بيسموه quick water color. I am doing quick water color. في هنا زي بل كتلة بارزة عن الواجهة المعمارية، بعطيها ظل. هون لازم يكون في ظل لأنه this is recessed. هون بدي يكون في أيضا وبرجع بغمق كمان حتى يكون عندي ظلال الشبابي. كيف نتعامل معها؟
إذا بدأت تظهر عندنا ملامح الواجهة بطريقة مريحة. عندي كأنه في سور هون، هذا السور بدي أحاول في عليه، وفي من هون نبات المجنونة أو متسلقات كلر، كمان هون في متسلقات على الروف. هذه طريقة، برجع كمان بالأخضر بضيف أخضر. فيبين عندي إنه في جرينري على هالبالكوني أو متسلقات مثل الهيدرا هيليكس، اللي هي هيدرا هيليكس اللي بتشبه قلب عبد الوهاب كنبتة. دخلهم على بعض. هلا المشكلة الرئيسية اللي عندنا بجوز تواجهنا، شو بدي أعمل؟ دايما خلوا الإليفيشن تو ريست، لازم الإليفيشن يقعد على أرضية واضحة صلبة براونش كلر. هلا بدي أرجع كمان أعملكم سكاي موفمنت زي ما عملنا في الرسمات الأولى، كيف بدنا نتعامل مع ال dark light light. وبجيب ورقة نظيفة بحاول أنشف جزء من هذا. برجع شوي هون، بجوز أضيف شوية زراق، بغمق بهذه الأطراف. Then I start having a drawing لواجهة معمارية. خلينا نحكي شوي عن الواجهات. زي ما شفتوا لما يكون عندي واجهة معمارية ما بجي بعمل الريذم تاع الاوبننج كأنه صف عسكر، بالعكس هذه الواجهة جزء هون بده يكون فيه 50% solid أو 60% solid. بطلع لفوق بخليه 50 solid 50 void، بطلع لفوق آسف بعمل هذه solid، بخلي الاوبننجز واحدة ومركزة إما في النص أو في بالانس بجنبها، بخفف بخلي في فراغات حتى العين تضلها تتحرك في الواجهة المعمارية. بجي على الواجهات كمان بعد شوي بنبلش نحكي عن الفتحات وكيف نتعامل مع الفتحات، هل تكون ضرفتين، هل تكون ضرفتين مربعات وواحدة مستطيلة، هل تكين تفتح باب سلايدنج. لكن هذا بسرعة بشيء سريع، حتى في بعض الأحيان بجي بحاول أعطي فيو سكيل. وبدي هلا أعمل هون somehow I want to make a human scale وأرسم ليش بنحط الألوان هاي الحمراء والفاق على إنها بنسميها accent colors، تبرز فورا الرسمة تبعك وبتوضح السكيل. هاي بلو and maybe in the middle I will leave it or put a green، بس هذا بالواجهة. هيك بسرعة أنا رسمت واجهة معمارية أعطتني انطباع عن العمارة أو التصميم اللي بدي أسويه. اليوم في سألوا قالوا لنا كيف ترسم الواجهات؟ طبعا احنا راح يكون عندنا ليكتشر متكاملة how to do elevations and how to address elevations in general. الآن احنا صار عندنا مساحة كويسة، بجوز أرجع أعمل الشيد الشادو تاع البنايات أو تاع الكتلة اللي بارزة هون، أو أعمل شوية بلاك أو داركنس
حتى أشوف كيف بتطلع معي. رسمتي أو بوضحها لكم أكثر. في ناس سألوا اليوم، بيسألوا دائما لما نرسم شغلة، بطلبوا 1 point perspective 2 point perspective. إخواني زملائي، هذه مشاركة منا حتى نوضح بعض أو نجتهد في بعض الدروس. في دروس مرتبطة بالكورس كوريكولم للجامعة فيجب أن نلتزم فيه بطريقة التدريس كيف أنا بدرس، وفي جزء بكون أشياء إضافية وهي كثيرة طبعا أيضا أورجي أو أساهم كيف أنا بلون الواجهات المعمارية. رايح أمشي على هذا الخط وأورجيكم إياه. يعطيكم العافية وأسعد الله مساءكم. شكرا لكم. أعتقد واضحة الرسمة بهذه الطريقة. شكرا.